حلمتي بفستان الفرح بفارس يجي ياخدك كده هوت على حصان ابيض ويطير حاجات من دي يعني. عمري من وانا صغيره ما حلمت اني البس فستان فرح. طب ده انا كنت برسم فستان الفرح وانا في الفصل. عمري تصوري؟ وفاكره اني كله يبقى لولي. انا فاكره الحكايه دي، كنت ارسم اللولي وارسم التاج باللولي مش بالالماس. بس ما لبستيش؟ لا بركه ان انا ما لبستش، ما احبش فساتين الفرح دلوقتي. خلاص دلوقتي بطلتي تحبيها؟ بس اتفرج عليها، احب اشوفها. طب على ليه ما لبستيش في وقتها؟ مش عارف يعني، يمكن طريقه الجواز مختلفه. عمري ما فكرت اعمل حفله وبتاع، حكايه تعب جدا. ايه ده تعب جامد جدا، وتلبسي وتروحي تعملي اسياج وبعدين تعزمي 900 مليون نفر وبعدين تروحي والتريقه عليكي والتريقه على الفرح والتريقه على الديكوريشن والتريقه على ايه؟ بس يعني ما اتضايقتيش ان انت ما حققتيش حلمك ان انت تلبسي الفستان ده؟ دلوقتي ما اتضايقتش، بس ايه؟ دايما كنت بفكر ان انا لما هتجوز هعمل فرح وهعمل كذا والطرحه تبقى طويله والديل يبقى طويل، حاجات بقى سندريلات يعني.